الخير مع هذه الجولة الصباحية في سلوغان. الحين في مدخل وسط البلد القديم اللي في منطقة باب الوعر يسموها باب الوعر. طلعة على اليمين طلعت المقبرة. السلام عليكم، كيف حالك؟ هاي على الشمال دار الشهادة، على اليمين دار الصبح. مسجد أبو عبيدة، مدرسة سلواد اللي أصبح اسمها مدرسة المغتربين الأساسية. وهذا دوار المغتربين. أجيب خبز من عند عبد الله خباز. هاي على اليمين هذه بكت بقالة الشيخ عبد الكادر الله يرحمه، وهي طريق بركة. الحين بدي انزل عن طريق السحيلة الجنوبي، طريق جوار السناسل. زيتون لمنطقة القطعة. زيتون. وعلى اليمين
المسبح. بعد النزلة بتنزل على منتزه سلوات ديوان دار عظيم. في مقبرة المحتجر، هذه اللي على اليمين تكون مقبرة المحتجر. هذا دوار الشهيد بدران رحمه الله، وهذا دوار دار حماد اللي على اليمين، وهذه المقبرة الشمالية. يميننا هنا وعشمال دور دار علام، على اليمين وعشمال دور دار علام. من هان بتكون منطقة، بتبلش منطقة السدر. هذا بكتب منطقة السدر. طبعا منطقة السدر لما اجوا اهل سكان سلوات من حامد حماد وعياد اجوا، كانت هذه الارض مليانة شجر سدر. طيب كل هذه منطقة السدر. هنا تنتهي منطقة السدر، هذه طريق العين الغربية وطريق العقبة. هنا طبعا هذه اسمها المنطقة هاي جرة العين، هذه منطقة جرة العين. هذا بيتي وانتهت جولتنا بعودتي إلى البيت. حياكم الله.